جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع السائل الشيخ حسن شيخ من سوريا، بعث يسأل ويقول: قدمت من دمشق إلى جدة جوا، وأحرمت في داخل الطيارة قبل وصولنا الميقات، وبعد وصولي جدة ولأسباب قاهرة تحللت من إحرامي ولبست ثيابي حيث نمت في جدة، وفي اليوم الثاني أحرمت من جدة، ولدى وصولي إلى مكة المكرمة طفت وسعيت دون ذهابي للتنعيم، فهل ما فعلته صحيح أم توجهوني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. ما فعلته من إحرامك في الطائرة عند المرور بالميقات هو الصواب بل هو الواجب، وأما خلعك للإحرام في جدة ولبسك للمخيطات لأنك تريد المبيت فيها فهذا غلط خطأ، وقد فعلت محظورا من محظورات الإحرام، والإحرام لا يزال عليك، لا تزال محرما، ولا ينخلع حكم الإحرام بخلع الثياب أو تعاطي شيء من محظورات الإحرام. الإحرام إذا نواه الإنسان ودخل فيه لزمه حتى يكمل مناسكه. فإحرامك الثاني في جدة وخلعك ملابس الإحرام واستبدالها بالمخيطات هذا خطأ كبير وفعل لمحظور من محظورات الإحرام، والأحوط في حقك أن تفدي، والفدية في هذا يخير فيها بين أحد ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع في الحرم، كل مسكين نصف صاع من الطعام، ويكون ذلك في مكة لمساكين الحرم. نعم.